مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد والمثير الذي سنتعلم من خلاله كيفية ربط أحداث جويستيك بكلمات شيل. فالجويستيك فهي المانيت الخاصة بالألعاب، تستطيعون استخدام أي مانيت، فقط وجب على النظام التعرف على المانيت. في أنظمة لينكس فالجويستيك أو المانيت الخاصة بالألعاب فهي ملف يتواجد ب سلاش ديف انبوت جاس 0 وهي الجويستيك رقم 1، حيث يقوم موديول الجويستيك بفتح هذا الديفايس، هذا الملف. فهذا الملف هو ما يمثل الجويستيك في النظام وقراءة المعلومات الموجودة في هذا الملف. فعند الضغط مثلا على زر فإن قمامة تكتب بهذا الملف الخاص، فهو من نوع كاركتر، فهو ديفايس من نوع كاركتر، أي أن هذا الملف يمثل ماتريال عدد. قبل القيام بهذا الأمر وجب تنصيب موديل الجويستيك باستخدام تعليمات npm install joystick بكل بساطة، حيث سيقوم بتنصيب هذا الموديل بداخل المجلد. أقوم بجويستيك on button أي عند الضغط على أحد الأزرار نقوم فقط بطبع هذه القيمة. نحن في الدرس الثامن، كما تلاحظون لقد أرسل قيم وهي القيم الخاصة بالإنيسياليزاسيون للبوتون. إذا ضغطت على الزر واحد فكما ترون نشاهد قيم في الشاشة، فالفاليو هي ما يمثل نتيجة الضغط، هل هو الضغط على الزر أم رفع الأصبع، والنمبر 0 وهو رقم الزر، فالنمبر 0 يكافئ الزر رقم 1 في الجويستيك. عند الضغط على الزر 2 فإننا نحصل على رقم 2 وهكذا، فهو يبدأ من 0 كما تلاحظون. فالضغط فهو 1 ورفع الأصبع فهو 0 كما تلاحظون، نستطيع تجربة كل الأزرار. ما يهمنا فهو ربط الإيفنت الخاص بالضغط بشيء مفيد، مثلا عند الضغط على الزر رقم 1 فقط نريد الضغط وليس رفع الأصبع. نقوم بمثلا تنفيذ تعليمة في شيل شيلد بروسيس، مثلا تعليمات سنسورز فانكشن ايرور ستيتي اوت ستيتي ايرور. في حالة الأخطاء نتبع الأخطاء، في حالة عدم وجود الأخطاء نتفقد ستيتي ايرور هل هناك خطأ في نتيجة التعليمة. نقوم بطبع ستيتي ايرور، في حالة عدم تواجد الأخطاء نطبع قيمة التعليمة، قيمة تعليمة سنسورز. سيتم تنفيذ تعليمة سنسورز فقط عند الضغط على رقم 1، والضغط على الأزرار الأخرى لا يقوم بأي شيء، والضغط على الزر 1 فالزر 1 يكافئ في الجويستيك الزر رقم 2 كما تلاحظون، نحصل على نتيجة تعليمة سنسورز. لا تظهر تعليمة سنسورز بالشكل الصحيح، وذلك لأن الجير لا ترجع إلى السطر. الآن ستكون الأمور على ما يرام،
عند الضغط على الزر 2 وهو ما يكافئك زر واحد في البرنامج نحصل على تعليمات سنسور كما ترون. مرة أخرى قصد التجربة كما تلاحظون فإننا قمنا بربط الإيفنت الخاص بالمانيت أو جويستيك بتعليمة فيشل. نسيت أن أريكم شيئا آخر وهو الإيفنت الخاص بالمحاور. فالمانيت توفر على محورين، المحور على الشمال الخاص بالاتجاهات ومحور اليمين فهو خاص بتغيير النظر أو الكاميرا. جويستيك أون أكسيس هي المحاور، قام فقط بطبع المحاور. ضغط فهو يعطيني الزاوية والقيمة. الآن أقوم بتحريك الزر الخاص بالكاميرا، كما تلاحظون فهو يرسل كمية هائلة من المعلومات، حيث يمكننا هذا الكود من استخدام الجويستيك في التحكم بالعديد من الأشياء في النظام. مثلا تستطيعون استبدال تعليمات سنسور بإطفاء الحاسوب أو إعادة تشغيله، أو مثلا تحميل ملف في الشبكة. وأترك لكم فرصة تغيير هذا الكود حسب ما ترونه مناسبا. وشكرا، وكان هذا هو الهدف من هذا الدرس.